أهلا بكم من جديد. شارك معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع 11 بعد 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والذي تم عقده عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد تم خلال الاجتماع بحث مستجدات التدابير والجهود الاحترازية التي قامت بها الدول الأعضاء لتنفيذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع تبعات فيروس كورونا والحد من انتشاره وتعزيز الثقة في اقتصادات دول المجلس، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية. كما بحث وزراء المالية الإجراءات اللازمة لضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين وتحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي. عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً بتقنية الاتصال المرئي، حيث شارك في أعمال الاجتماع الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبد الكريم أحمد الراشد. وقد تضمنت أجندة الاجتماع عددا من الموضوعات، والتي من بينها آلية العمل في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة بدول مجلس التعاون، وآلية تيسير العمل في الشكاوى والتحقيقات الجارية لمختلف قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الإصدار رقم 68 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التقرير التالي مشاهدينا يستعرض التفاصيل. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة 32%، مغلقا التداولات عند مستوى 1308 نقاط، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,656,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 698,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 53 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 6,541 نقطة بارتفاع بنسبة 0.69%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 1,862 نقطة بارتفاع بنسبة 2.1%، لتكون الرابحة الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. اتفق وزراء الزراعة والغذاء لدول مجموعة العشرين في اجتماع عن بعد أن تدابير الطوارئ في سياق جائحة كورونا يجب ألا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعيق سلال الإمدادات الغذائية العالمية. وقال الوزراء أيضا أنهم سيتجنبون أي تدابير يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية من شأنها تهديد إمدادات الغذاء.
أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 في مصر أن الحكومة تستهدف إيرادات بقيمة 36 مليون ونصف المليون دولار من طرح رخص جديدة لإنتاج الحديد والإسمنت. ويشهد قطاع الإسمنت في مصر حالة من الركود الشديد وسط وجود فائض كبير في الإنتاج تبحث الشركات عن كيفية تصريفه. ويصل إنتاج مصر من حديد التسليح إلى 7.5 مليون طن سنوياً. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات طارئة جديدة بقيمة 480 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة المتضررة بشدة من وباء كورونا، بالإضافة إلى تمويل المستشفيات التي تعاني بسبب الوباء وتكثيف الفحوصات المخبرية لكشف المصابين بفيروس كورونا المستجد. وبعدما أقرها مجلس الشيوخ، تتجه الخطة الآن إلى مجلس النواب الذي يتوقع أن يصوت عليها في وقت لاحق من هذا الأسبوع كي يوقعها الرئيس ترامب وينشرها. تباطأ النمو بمعدل التضخم في بريطانيا في شهر مارس مع دخول البلاد مرحلة الإغلاق بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا واستمرار التراجع بأسعار النفط. وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.5% في شهر مارس مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، ولكنها تمثل تراجعا عن فبراير عندما كان التضخم عند 1.7%. ويتوقع الاقتصاديون تعرض التضخم لمزيد من الضغوط في أبريل مع تخفيض سقف أسعار الطاقة المنظمة، ما يجعل الغاز والكهرباء أقل كلفة.